أكد الدكتور محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في تصريح للتلفزيون الأردني أن قرار بعض شركات الشحن العالمية بإيقاف عمليات الملاحة والشحن في البحر الأحمر لم تؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن إلى ميناء العقبة الرئيس. بالبداية كان هناك تأثير بسيط أنه الإشعارات لم ترد إلى الشركة، لكن الآن وردت كل الإشعارات تتعلق بالباخر راح تصلنا من هون لنهاية العام، اللي هي عددها 20 باخرة لغاية الآن على الجدول اللي منتظر وصولها تباعا يوميا. المواد اللي راح تجينا هي مواد استراتيجية زي ما انت حكيت، اللي هي الحبوب بكافة أشكالها بالإضافة إلى الأغنام والعجول وبواخر للديزل والبنزين والغاز الحقيقة، والسيارات ومواد لوازم مختلفة الحقيقة وآليات مختلفة هي الآن موجودة على الرصيف، ننتظر باستمرار وبتتابع وصول هذه البواخر كونه بتم إجراء ترتيب عمليات المناولة لهذه البواخر على أرض الميناء لعمليات المناولة. من جانب آخر، أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات عن انتظام وصول كافة البواخر التجارية المقرر وصولها إلى ميناء العقبة ضمن برامجها المعدة مسبقا إلى ميناء العقبة حتى نهاية الشهر الجاري. اليوم موجود عندنا بواخر للغاز، موجود عندنا للديزل، موجود عندنا عجول، موجود عندنا آليات مختلفة، موجود عندنا كيماويات، بانتظار اليوم كمان وصول أول باخرة بالذرة والسيلاج والمواد الاستراتيجية الأخرى تتعلق في الحبوب خلال هذا اليوم إن شاء الله، فبكون الرصيف إن شاء الله بطاقة قصوى ست بواخر موجودة على الرصيف الرئيسي بالإضافة إلى باخرتين موجودة الغاز والنفط بكونوا موجودين بطاقة، وهيك يعتبر الميناء بيشتغل بالطاقة القصوى في عمل